انتقاما لكم ودفعا لعدوكم النازي، حيث أعلنا بفضل الله تعالى عن سلسلة عمليات مباركة، منها القنص والكمائن الهندسية والاستحكامات المدفعية المحكمة في محاور غزة والشمال وخان يونس، وبعون الله تعالى استهداف خطوط الإمداد والدعم اللوجستي لجيشهم المسخ شرق جباليا والمنطقة الوسطى، وأسقطنا بقوة الله عددا كبيرا من طائراتهم المسيرة على امتداد محاور القطاع، جانب عشرات بل مئات عمليات القصف المدفعي والصاروخي لمواقع وتحشدات جنودهم، وإنما نعلن عنه من عمليات بطولية ليس لرفع المعنويات أو التفاخر، إنما يحمل دلالة عسكرية ورسائل وصلت للعدو بمداد من بارود ونار، وكسرت معنويات قادته قبل جنده، والله خير الناصرين.